العين اللي ما تشوفك شي خسر كل اللي راته، والقلب اللي ما يحبك شي. قولي ايش يعمل بحياته. سكوت شباب، ومرحبا بكم كالعادة والعويد، معكم التوب جيم تاع رياكسيون الجملة. رايكم الشكل يا بور بون؟ جينا شنعين عليه، جينا شنعين على خاطر كملت الفيديو هذايا اللي تشوفوا فيها توا، اللي هي الميركاتو تاع 2024 اللي بدا فيه سليم يا بور. خلت للانستغرام الكبار شعبين بعدين لي ميساجات. بون كي نقول برشا رامي نجم يكونوا 10 ميساجات، 15 ميساج ماكس، فهمتني؟ باش ما نبداش نكذب على اللاعبين. زعما كي نطلع في روحي اللي انا هدرة كبيرة وكذا، فهمت كيف؟ يا بوي برمش رياكتي على سمارة، وانا برجولية ما في باليش اللي سمارة بشي هبط تراك اليوم. انا في بالي اللي ديدي قانو هو اللي بشي هبط تراك. حاسيلو لطفي بوشناق فيتشورينج سمارة، تراك اسمه لمن يهمه الامر. تراك هذايا عنده ساعتين من اللي هبط، نمرو 2 في التوندونس، عامل 120 الف فيو على اليوتيوب. هذايا صاحبي توب بيك، عندي برشا ماريتها. نوامر بالصفة هذي عندي برشا ماريتهاش، ربي باقي عليهم الستر. سينو حسب ما نشوف انا من هنا من عندي Age restricted video based on community guideline، معناها الكليب فيه ايماج قلق الصهاينة، معناها تنجم تكون الفيديو هذايا بلوري نوعا ما. بلوري نوعا ما ليش؟ لانه اليوتيوب ينجم يعمل عليها حظر. دونك كي مش تشوفوا ايماج فلو، اعرف اللي راني انا عملتها فلو باش ما يصيرش حظر على الفيديو جملة. سينو لطفي بوشناق ماهيش اول مرة باش يعمل فيتشورينج، ولا فما شكون باش يستدعاه في فيتشورينج عذرا من جينيراسيون الجديدة. في رمضان نتفكروا اللي فما فيتشورينج صار الكان يا ما كانش بين ALA ولطفي بوشناق، فما زادا امباير ودبليو ام دي عملوا فيتشورينج مع لطفي بوشناق. دونك ماهيش اول مره باش نشوفوا لطفي بوشناق مع جينيراسيون جديده يا بوي. سينو من غير ما نضيع وقت شباب لزق، تحذير المحتوى قد يتضمن مشاهد صادمه للبعض. مريقلين صاحبي مريقلين، كما قلت لكم شباب سمارة كوبا لفامي 70 50. قلبي العين اللي ما تشوفكش، تحسوا تراك حزين مانيش عارف علاش. شنو اسمه؟ لمن يهمه الامر. اوكي ورمضان جاي عاد. يا خويا الاسمر ولا في عالم يا الاسمر؟ تقول في امريكا صاحبي، فارش تقول دكتور دري يا معلم قاعد صاحبي في استوديو. اوكي هذوما هما المشاهد الصادمه. ريقلي دونك فما حاجات باش يمشيو وفلو. 5 دقائق و40. انا نصور توا عندي 6 دقائق يا بو. ارشد فؤادا حائرا يا سيدي، قل لي احقا ام خيالا ما ارى، في عالم خدت السلام وثائقا. ما عمري ما ريت لطفي بوشناق بالاحياء، برجوليا سامحوني، نعرف باش تقولوا لي ركز في البارولو. برجوليا هذايا لازمني نقولها اول مره رياكتي على لطفي بوشناق، ما عمري ما ريت لطفي بوشناق بالاحياء. مره بركه ريته بلح بزغب زاد مش لاحياء في مسلسل مكتوب قبل ما يعرس يا اخو امي ناجية. عداني والميثاق جاء مزورا، هون عليك فليس ثمة عالم يرجو العدالة. معلم على الصوت يبرو تعرف شو معناها لطفي بوشناق؟ بابا وبوك وجدي وولادنا باش يسمعوه. السيد هذايا لاتيني زي كل سمعاته، ما فماش واحد في لاتيني زي ما سمعوش، ما فماش فرخ وما فماش كبول وما فماش راجل وما فماش امراه وما فماش طفله وما فماش ذكر وما فماش شايب وما فماش وزير وما فماش مسؤول وما فماش رئيس في لاتيني زي ما سمعش لطفي بوشناق. ياك يا برو اسمعك النبره صاحبي، اسمعك الدخله صاحبي. هون عليك فليس ثمة عالم يرجو العدالة، يا بني كما ترى، وأصخ لأن في الضعيف فإنها تحكي الفجائع عن مرارة ما جرى.
اسمع اسمع اسمع، ذكرني في رمضان، ما نكذبش عليكم، ذكرني في رمضان ونحن على ابواب رمضان. وبالمناسبه رمضانكم مبروك الناس كل، واستنونا في برمجه رمضانيه في الشين يوتيوب هذيا متاع يا بوي مع فرانكو ومشاكل يا بوي. اكثر حاجه شدت انتباه لعبيد الكل، لعبيد الكل، هي اسماء الله الحسنى بصوت لطفي بوشناق. هذيا راهو 30 ولا 40 سنه يا معلم، راهو في التلفزيون. انا عمري 34 سنه ما شاء الله، ربي يطولي في عمري. ملي حليت عيني في كل رمضان نسمع اسماء الله الحسنى بصوت خويا لطفي بوشناق، ملا الصوت ما شاء الله ما شاء الله. أين التشدق بالحقوق وأين حرية الإنسان منهم يا ترى؟ الاسمر في نيفو اخر تاو، تحسه داخل في تريب جديده في حياته. كي تشوف اللوك الجديد اعرف اللي سمارة داخل في لعبه جديده، داخل في تريب جديد. ما مانيش عارف يا اخي، تحسها فما شنيا الخط هذايا، هذايا مش عارف ايش حجام هذايا. اين التشدق بالحقوق واين حقوق شنيا يا برو يا برو يا برو يا برو يا برو؟ افهم افهم. مع كل احتراماتي لاي انسان يعمل اغنيه على فلسطين، من غير ما تلعبوا هالي برجوليا شعبويين وكاللغه متاع يا برو فلسطين معاكم. يعني انا بارتاجي لك تو من 2021 كي كنت نهبط ونحكي في نفس اللغه، راهو مش باش يتبدل شيء. اخر مساج انا نجم نعطيه لكم على الموضوع هذايا، اما اللي حكي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مش احنا يا ودي، مانيش احنا، اقسم بالله لنا احنا مازالت ما جيتش الامه هذيك. ما عندناش حقوق احنا العرب بصفة عامة، ما عندناش حقوق العرب والمسلمين، ما عندناش حقوق. حب ولا تكره، اللي عجبه كلامي يعجبه، اللي ما عجبوش كلامي يروح يرهس. حرية الانسان منهم يا ترى؟ حرية الانسان خويا كان عند ذوكم، عرفتوا ما ذوك ما ذوكم اللي يحكموا في العالم. اذ كيف لا والغاب افحى شرعنا، جرى القوي على الخلائق وافترى. بيع بتبيع او كميات عنده توا نهارين، او كميات عنده نهارين باز برشا ما يعرفوهوش، اما ميات عنده نهارين في لندن، في لندن كلي راسو الى جهنم وبئس المصير. ناهم بوكو بوبو اكثر عائلة حتمة العالم هذي، ميات كبيرهم الله اعلم شكون باش يجي بعد وشكون الخليفة متاعه. باز اللي فهمني يعرف شكون نقص. ورأيت لون سلامهم في غزة من دمنا نار تدفق احمرا، سقط القناع فأي إنسانية قد يدعي من دن صوت رفارا. واحد وجهه تكمش هكيك، راه والله وجهي تكمش من الصوت، من الصوت نجمش نسمع صوت كيما هكايا. معلم اسمع تحسه يعيط اما موش يعيط. في غزة من دمنا نار تدفق احمرا، سقط القناع فأي إنسانية قد يدعي من دن صوت رفارا. أنا إنسانية تحكيوا عليها؟ إنسانية شنية اللي تحكيوا عليها؟ نسيها موتة ببيات موتة، رينا اللي عمره شهر في كرش أمه مش للبرة، في كرش أمه شهر وشهرين، صغار موتة، عباد ماتت بالشر، إعانات ما دخلوهاش، مصر مسكرة الحدود. بلي واحد باش يقعد يحكي يحكي باش نعاودوا نرجعوا نحن توا الموضوع متاع ماهوش باش يتبدل حد شيء، ماهوش باش يتبدل حد شيء، الميساج ماهوش ماشي للعباد، الميساج لازمو يمشي للحكام العرب، الحكام هما اللي رجعونا التالي لا اكثر لا اقل. هذايا رايي راني سينو سمارة بالرسمي تحسوا سابق شعره في النوار، خاطر هذايا برجوليه ما حسيتش شعر. واضحه واضحه هكا تعمل. اذ يقتلونك تحت اي ذريعه، فهنا الوحوش وذا القوي استكبرا. تفرج يا معلم تفرج يا معلم. يلا برجوليا نحمد ربي، اقسم بالله نحمد ربي، صحيح في انيش حالات حالاتي اما اخويا الحمدول ناكل نشرب عندي وين نرقد. ايه ما عندي شويه مشاكل اخرين، اما شوف المشاكل هذيا يا برو دي في لا تينيزيه دي ما فماش لا سويرخ ولا سهاينه ولا دبابات ولا سلاح ولا كرتوش ولا موتى ولا عبيد متيقره، وذوما مالاش نايم تقرين برو ماكس. شبيك يا معلم احمد ربي يدي اي انسان يا احمد ربي، يا ولدي تاكل تشرب متغطي احمد ربي. ادي الحال اخزر ابسط الحاجات اللي باش تخليك انك تحمد ربي كي تقوم الصبيح، ريت كي تقوم الصبيح احمد ربي. اين المحبة والعدالة سلوم
تبت يدا من قد طغى وتجبر. تبت يدي من قد تغى وتجبر. برجولية الأسمر برجولية أسمع، لا رمي ورود لا رسلم بو. تعرفوني أنا السيد ذي كان عمل حاجة هكا ولا هكا راني باش نعطيه مصروف. مصروف معناه باش نعطي رأي في صحيح. أما هذا لغة عربية لمحل هو عمل تراك وطني وماشي صحيح. أنا نراها ماشي صحيح برجولية. فالحق من قرن توارى سيدي، والطيم بالقبح البذيء تسطر، وبغزة المعساة تشهد عنهم صلبوا سلاما واستباحوا منكارا. فلنعتصم بالبعث ذاك ملا اخي بمشهد. هذايا اخي بمشهد ريتو. هذا اخي بمشهد. هذايا برجوليا نعيش في عالم زبله على خريطه جاستس. هذايا نورمال مو ينحيوها، ما فماش جاستس. جاستس الوحيد عند ربي سبحانه. ريت في الكره الارضيه هذايا ما فماش عداله من الاخر وعلى الاخر. ما تكسرش راسك يا برو، ما فماش عداله صح. العداله الوحيده هي العداله الالهيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نورمال مو نسكر ونحنا تو ما عادش نكملوا. صنا كي لا نباع ونشترى، هل بات قتل الأبرياء فضيلة؟ لقد قسر قلبا بنا وتحجرا. على الأسمر قلي بربك فالقلوب تفترت. لا اخزر لي لطفي بوشنيخ، ما عندي ما نعطيه انا يا ودي. لا باش نعطيه راي، لا يدي ما نعطيهوش انا ما نعطيش لطفي بوشنيخ، ما نعطيهوش راي جمله. لطفي بوشنيخ نجي انا نعطي راي لطفي. سماره برجوليا برو، برجوليا هذي كاسح، برجوليا هذي كف متى الفيلينغ نسمع فيه داخل الوذن يا معلم. ولد نسمع فيه داخل الوذن انا الفيلينغ. تو ام قد قسر قلبا بنا وتحجرا، قلي بربك فالقلوب تفترت. منين جابوا الكلام؟ لحظة سمارة اخي تحكي، تعرفوا الكلام هذايا؟ تفترت وتحجرت، تعرفوا الكلام هذايا برو؟ راه وقف لي مخي راوينا برجولي. والدم دما من مآقينا جرى، هو عالم يخشى القوي لبعثه ويد. تحانة الكل، تحانة يا ولدي. يا دي تشريها لعبيت، تشبيك يا دي تشريها لعبيت. يا ربي احد نجم تشريه في تجاسورة. لا 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 لا، لا عدل يرقب، لا ضمير يرده، لا الذئب يغدق. يا قوة لا ريب سوف نعدها، تحمي الحما وترد ظلما سافرا. ربك يبتلي عبده بصوت ما شاء الله. صوت عراقي جبلي اخزر، خدم لك بالعراقي تو هو بالرسمي يعطيك برشا. راه ما يدري واش برجولي امور موزيكا، ارتاحوا برجولي برشا ما تفهموش، برشا تحطوا في كومنتات والله ميم با تفهموا. هذا راه مقامات عراقيه، هذا راه بالرسمي مقامات عراقيه. اسف. ما شاء الله. حبيبي يا حبيبي يا بني يا حبيبي. شباب لسا مرة لسا برود مريقل، ولا انا راجعين.
اسمع تراك صاحبي الكبارات بتاع لاتينيزي من الاخر تراك بتاع الكبارات بتاع لاتينيزي الصغار يومنا يومنا عليكم يومنا عليكم الصغار برجوليه يومنا عليكم سمعنا صحيح رانا نحنا موزيك على فلسطين سمعنا راب 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 سمعنا حاجات تشبه لبعضها في الراب سمعنا حاجات تشبه لبعض انا وقت اللي قلت سمارة عمل تراك اسمه فلسطين وقال كان كلمة فلسطين في بار واحد والتراك ليه علاقة بفلسطين صاحبي لهنا برجوليه شكبت على العبيد الكل بما فيهم انا هبطت تراك مع كبير من كبارات الموسيقى التونسية والعربية عربية في لاتينيزي وفي المغرب العربي وفي العالم العربي لطفي بوشناق برو تراك من اوله لاخره تحكي صاحبي على القضية وتحكي على فلسطين وتحكي على الظلم وتحكي على العدالة برجولية 10/10 زيادة 10/10 برو مليون على 10 يا برو مليون على 10 برجولية ابدعت انا مانيش باش نحكي على لطفي بوشناق انا قلت لكم الله اكبر اما السيد راو كبير من الكبارات بتاع الموسيقى العربية خلينا نخرجوا من تونس اما سمارة لهنا برجولية اثبت لي انا انه قادر يخرج موزيكا ما يتوقعها حتى واحد مثل انا واحد من الناس كي قالوا لي تراك مع لطفي بوشناق انا مشي في بالي كاغولي مينوتي بيستولي وكل لغه ذيك فهمتني شويه من القديم وشويه من جديد معناه مبرو بالتراك هذا برجولية انت راك عملت ابجريد بلاك ما يعرفش ابجريد فسروا له معناه ابجريد معناها ديفلوبيت برو ديفلوبيت على الاخر بالتراك هذايا تراك يدخل للتاريخ من رياكسيون هذايا ما حقش انه واحد باش يعمل عليه تراك دخل التاريخ فيتشرينج 10/10 بالنسبه اخويا للايماج كيما كنتوا تشوفوا ماني قلت لكم في اول الرياكسيون راه باش تمشي فلو خاطر باش تمشي فلو ابار هذا يا شباب بالنسبه للوسا برود ما تنساوش الفيديو اخويا تلقاوها بل الفيديو هذايا تفرجوا فيها الماركاتو نتاع 2024 اللي صاير في الشيره نتاع سيزار برود مع سليم تحس المزيكا في لاتينيزي بين 90 و95 في الامريك كيما ويست كوست ايستوست حاسها ماشي هكاكا انا وربي يقدر الخير كان عندكم راي اخر حطوا الراي بتاعكم في كومنتير كان عجبتكم الفيديو جيم وبرتاج مع اصحابك وتوا وقايد بومبا كلاد بيسيامان